حضراتكم زي ما متعودين اخر بقى اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه، ومعانا مراسلتنا العزيزه سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الخير عليكي، بنصبح عليكي انا وكريم. يا صباح الفل، بصبح عليكم وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. انا معاكم دلوقتي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي، الفرق الرياضيه الاخرى او النشاط الرياضي. وقبل ما اتكلم عن اخبار النشاط الرياضي، خلينا نتكلم شويه عن قطاع الناشئين لكره القدم بالنادي الاهلي وفريق الشباب مواليد 99. فازوا امس على نادي الانتاج الحربي بثلاث اهداف مقابل هدف إلى مباراة أقيمت أمس على ملعب الأهلي بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وكانت المباراة في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الجمهورية للشباب. المباراة انتهت بثلاث أهداف مقابل هدف، سجل ثلاث أهداف وليد مصطفى، عبد الرحمن أشرف، وأحمد الشامي. وبكده يعني بيكون يعني هواندو يا كريمة بعد الفوز شباب الأهلي بيكونوا رفعوا رصيدهم في جدول الدوري الجمهورية للشباب لعشر نقاط. خليني بقى أروح واتكلم شويه عن اخبار النشاط الرياضي، وكالعاده زي دايما ما بحب ابتدي بفريق الاول لكره السله سيدات بكابتن علي هاشم. سيدات السله النهارده ان شاء الله هيتمرنوا الساعه 7 بمقر النادي استعدادا لمباراه يوم الجمعه واللي هتكون امام نادي الجزيره. المباراه هتكون الساعه 6 ايضا على نفس الصاله، صاله الشهداء بمقر النادي، نفس الصاله اللي دايما بيتمرنوا عليها فريق السيدات. والمباراه دي هتكون في بطوله دوري السوبر للسيدات. ده بالنسبه لسيدات السله. بالنسبه للرجال النهارده ان شاء الله هيتمرنوا بشكل طبيعي الساعه 2 على صاله الامير عبد الله فيصل بمقر النادي، وده هيكون في بدايه الفريق لعوده المباريات مره اخرى في بطوله الدوري. المباريات هتعود يوم 2 مارس الشهر المقبل، ويعني خليني افكر الساده المشاهدين ان المباريات متوقفه نظرا لاستعدادات منتخب مصر للمشاركه في المرحله الثانيه من تصفيات بطوله افريقيا واللي هتقام في تونس. كمان خليني اطمن جماهير النادي الاهلي على ثنائي الاهلي في كرة السلة، إيهاب أمين وعمر الجندي. يعني خلاص بعد ما إيهاب أمين وعمر الجندي خضعوا لفحص طبي جديد، خلاص يعني بشكل نهائي إيهاب أمين هيكون متواجد مع الفريق في المعسكر اللي هيقام في تونس، وعمر الجندي يعني هيحتاج لتأهيل لمدة 3 أسابيع بعد يعني ما اشتكى برشح في الركبة، هيحتاج لثلاث أسابيع عشان يعني يتعافى من الإصابة، كده بشكل نهائي خلاص مش هيقدر يكون متواجد مع الفريق في المنتخب، مع عفوا المنتخب في المعسكر. خليني بقى اروح واتكلم شويه عن الكره الطايره في النادي الاهلي، وهبتدي بفتيات الذهب او سيدات الطايره. النهارده ان شاء الله هيتمرنوا الساعه 5 استعدادا لمباراه يوم الاثنين واللي هتكون امام نادي سبورتنج. المباراه تقام في مدينه الاسكندريه على صاله سبورتنج الساعه 4 في بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره. ورجال الطايره خلاص يعني يومين، يوم الجمعه هيفتحوا مشوارهم في الادوار النهائيه لبطوله الدوري العام للكره الطايره. اول مباراه للنادي الاهلي هتكون امام سموحه، مباراه قويه، مباراه مهمه هتجمع ما بين الفريقين. رجال الطايره بيستعدوا بشكل قوي جدا للمباراه دي. النهارده ان شاء الله هيوصلوا تدريباتهم من الساعه 8 للساعه 10 استعدادا للمباراه. المباراه هتقام يعني يوم الجمعه الساعه 4 العصر على نفس الصاله اللي بيتمرن عليها دايما فريق الرجال، صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي. استكمالا لاخبار الفرق الرياضيه، خلينا نتكلم شويه عن كره اليد. ورجال اليد بيواصلوا تدريباتهم النهارده ان شاء الله بشكل طبيعي استعدادا لمباراه غد امام نادي هليوبلس، ايضا يعني مباراه صعبه وتاني مباراه لفريق اليد في بطوله الدوري. المباراه هتكون الساعه 6 مساء على صاله استاد القاهره الدولي في مدينه نصر. يعني انا طبعا بتمنى التوفيق والفوز لجميع الفرق الرياضيه الاخرى وكل يعني الفرق في النشاط الرياضي في جميع المباريات والبطولات الفتره القادمه. يعني ديانا هواندو يا كريم كانت اهم وابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي، الفرق الاخرى والنشاط الرياضي. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، ولا انا عوده مره اخرى للاستوديو. لا تمام جدا، شكرا ليكي يا سالا. ويمكن لما بنروح نزور اصلا النادي الاهلي في الفتره دي يعني اللي هو على الساعه 1 بنشوف اصلا كل الفرق وهي بتتدرب، وبنشوف يعني الابطالنا وهم موجودين، وحتى في ناس كتير بتسلم عليهم، بتبقى روح حلوه في الاهلي كتير بنشوفها. يعني شكرا ليكي.